لا حديث يعلو فوق الخسائر البشرية بطبيعة الحال، لكن دعنا نعرج أيضا للحديث لإعطاء صورة أكبر حول هذه الفاجعة، فاجعة الزلزال. من الناحية الاقتصادية، ماذا ضرب هذا الزلزال في البعد الاقتصادي لهذه الفاجعة؟ طيب يا سيدي، شكرا على الاستضافة. بداية، الحقيقة عادة يصعب تقدير الخسائر أزمة لما تنتهي بعد، يعني نحن إلى هذه اللحظة لم ننتهي من الكارثة نفسها، فما بالك بقضية الإحصاء. ولكن الشيء الإيجابي أنه فينا نحن نعتمد على أزمات طبيعية مماثلة سواء داخل تركيا أو خارج تركيا حصلت في الآونة الأخيرة لحتى نعمل مقاربة نسبيا لحجم الخسائر. مبدئيا الخسائر تقسم إلى قسمين، في عندنا خسائر مباشرة لها علاقة بالمباني التي سقطت، لها علاقة بالأملاك والبضائع التي يعني تدمرت، وهناك خسائر غير مباشرة. هذه الخسائر يعني تكاليف الفرص البديلة مثل توقف الأعمال والأنشطة وتراجع الناتج المحلي وما إلى ذلك. هلأ، في عادة الكوارث الطبيعية عندنا يكون يعني الزلازل تكون تقديراتها يعني كنسبة أعلى دمار، يعني عادة الزلازل والأعاصير تسبب دمار عالي. يعني على مستوى العالم كان عندنا في العشر سنوات الماضية حوالي واحد تريليون دولار أمريكي فقط نتيجة يعني خسائر أو كلفة اقتصادية للزلازل اللي حصلت على مستوى العالم. إذا أخذنا مثلا زلزال زي زلزال أزميت اللي صار ب 1999 في تركيا، زلزال أزميت كان من حيث الشدة تقريبا، عندي يعني في الأرقام، من حيث الشدة تقريبا يقارب الزلزال اللي حدث الآن، لكن من حيث البقعة الجغرافية كان أقل أو أضيق. فعما نشوف أنه الكلف الاقتصادية مثلا لزلزال زي زلزال أزميت وصلت إلى حوالي 7 أو 7.5 مليار دولار أمريكي في 1999. نعم، طب هذه كلف مباشرة، كلف اقتصادية مباشرة. فإذا دخلنا أكثر في العمر على وأسقطنا هذه الوقائع يعني في قضية زلزال أزميت وزلازل أخرى مشابهة، يعني مثلا عندي هنا مثلا زلزال في تشيلي وقع سنة 2010، هذا الزلزال كان أقوى قليلا من الزلزال الحالي، ولكن بقعته الجغرافية أيضا كانت أضيق، ولكن كلفته الاقتصادية كانت 30 مليار دولار. ففي الوضع الراهن في مناطق الجنوب اللي نعرفها في تركيا، اللي هي يعني خلينا نقول أقل من الناحية العمرانية، أقل من مناطق مثل إسطنبول وأزمير وأنقرة، فنستطيع التقدير الكلف المباشرة بين 8 إلى 10 مليار دولار أمريكي. هذه كلف مباشرة. إذا ذهبنا إلى الكلف غير مباشرة فنعتقد أن الأمر يتعلق بالآلية التي سيتم بها احتواء الأزمة، مدة احتواء الأزمة، وسرعة الاستجابة من أو التعاون الدولي في قضية الأزمة. يعني هل سيكون هناك مساعدات كبيرة مثلا لتركيا ولا لا، هذا كله سيحدد التكاليف غير المباشرة.